السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع مهم جدا لازم اتكلم فيه، هو الموضوع طبعا شاغل بالي لما لقيت كذا حد بيسأله، وخصوصا كده امبارح ببص كده بالصدفة في الكومنتس في التعليقات، لقيت حد بيقول لي يا كابتن ينفع ان انا افتح الحوض واستخدم حقن بنج او استخدم مخدر؟ ركزوا معايا يا جماعة لان الموضوع ده it's very important. اوكي، اول حاجه خليك عارف انك تستخدم مخدر وانت بتفتح الحوض، سواء انت بتتمرن او حد بيفتحه لك او مدرب او اصحابك او انت بتساعد نفسك، مهما كان انك تستخدم حقن بنج او مخدر او برشام او خليك عارف ان ده غلط غلط غلط، مضر، صعب، قاسي، هتودي نفسك في اضرار كثيره جدا. تمام، ممكن كمان تعمل عمليه في رجلك لو حصل لا قدر الله افتتاق ولا العضله الضمه ولا. تمام، طيب احنا عايزين نعرف ليه ان لو استخدمنا يا كابتن حقن بنج، طب ما انا يا كابتن لو استخدمت حقن بنج مش هحس بالوجع يا كابتن، يا كابتن لو استخدمت برشام ولا مخدر ولا مخدر مش هحس باي وجع ولا باي الم يا كابتن، وافتحه وانا مبسوط. يا سلام، طيب هقول لكم ليه. بصوا يا شباب، يعني ربنا يعني ما يجيبنا في اي حاجه وحشه خالص، لو اي حد فيكم لو في اي حد فيكم قريبك او انت او اي حد تعرفوه اسالوه كده لو عمل اي عمليه في حياته كانت العمليه دي مثلا تحت تاثير بنج، هقول لك ان وقت البنج ما حسيتش باي حاجه، لكن وقت ما فقت حسيت باضرار كتيره جدا. نفس النظام، فلنفترض دلوقتي ان انا سيادتك، ايوه انت اللي مركز معايا ومركز قوي، ضربتك حقن البنج تمام في الوريد كده بوم ضربتك، وبعد ما خدت حقنة البنج انت ايه؟ ما بقتش حاسس بجسمك ولا برجلك وكل حاجه، اوكي؟ وانا جيت بقى وفتحت لك الحوض وبوم وادوس وبوم وادوس وخلاص جبت رجلك للاخر، تمام؟ بعدين صحيت اول ما فقت لقيت رجلك مكسوره. طب ايه السبب؟ اقول لكم السبب. لازم 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 اثناء تدريب فتح الحوض اشعر بألم، بالألم الطبيعي، الألم الطبيعي اللي هو من التمرينات الصحيحة للحوض. ليه لازم أشعر بالألم الطبيعي؟ لأن وأنت بتتمرن ممكن لا قدر مثلا إيه الوتر بتاعك يتني، العظم يتني، رجلك ما تاخدش وضعها الصحيح. فأنت هتقدر تديني رياكشن، تديني يعني رد فعل إنك أنت بتتألم جامد، فأنا من خلال الألم ده اللي هو الغير طبيعي هقدر أعرف إن رجلك مثلا الوتر مش مظبوط، فأروح إيه؟ مقيمك خالص وعدلك، يعني نعدل نفسنا من تاني وتعدل رجلك عشان اعرف اعدلك، لكن اعرف اعدلك يا رب عشان ما يحصلش اي ايه ضرر. لكن لو انت مثلا واخد حقنه بنج او مخدر وانا بدوس جامد وانت اصلا مش حاسس والوتر بتاعك مش معدول مش في وضعه، الوتر يعني معكوس كده وانا عمال ادوس، او العظمه انت ممكن لو العظمه مش مظبوطه ممكن تتكسر، لو الوتر بتاعك مش واخد حقه ممكن الوتر برده يتكسر. فانت لو استخدمت البنج او المخدر او وانت اصلا مش حاسس برجلك خالص ده غلط، ممكن وانت بتدوس نفسك بتدوس نفسك ورجلك مش مظبوطه خالص، رجلك مش معدوده، الوتر بتاعك مش معدول، فده يسبب لك اضرار. لو واحد برضه واخد بنج وكسرت له صباعه مش لو طنت مش هيحصل مش هيحس بحاجه، لكن اول ما يفوق هتلاقي التاثير. يا جماعه بالله عليكم سيبكم من اللي يقول لك خد حقن بنج وخد مخدر وخد برشام وهتفتح الحب بسرعه، الكلام ده ليس له اي صحه اطلاقا، اللهم بلغت اللهم فاشهد. الحب محتاج صبر، الحوض هو حركه رياضيه تؤثر على عضلات الفخذين وعلى عضله السمانه، ومن خلال التمارين المستمره يؤدي الى اطاله الساقين واطاله الاوتار. تمام، الحوض يا جماعه حركه رياضيه، نتمرن. الحب ممكن ما ياخدش فعلا معانا، ما يفتحش معانا بسرعه، نستمر التدريب يوم مع يوم هيزيد معانا، نفتحه نستخدم التمرينات بشكل صح. ابعدوا تماما من دماغكم موضوع البنج والمخدر. اتمنى تكون المعلومه فادتكم، ربنا يوفقكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك، لايك، كومنت، اني كويستشن. لسه الكروفون معاكم.